كانت لسه بتعدي السيديهات فكنا عشان اجهز لحضراتكم يعني. نعم مطالبة مطلوبة ولا لا؟ نعم. لا مطالبة مطلوبة. خلينا في التنسيق. طبعا انا يعني عرفني وشعرني ان انا راح لحضراتكم وبشكركم بحرصكم على التواجد في خلينا نقول في يوم عرس مصري وهو عرس توزيع اولادنا على وشبابنا المحترم الجديد المجتهد على الجامعات المصريه كلها. وطبعا انا بنتهز الفرصه هي ان انا بهني شبابنا كلهم وسواء في يبقى نصيبه في اي مرحله من مراحل التنسيق وبنهني مصر كلها بشبابها. هو ده الشباب اللي عيبنا البلد وهو ده الشباب اللي بتتعامل من اجل قناه السويس وغيرها من المشروعات وبهنيكم وبهني نفسي والشعب المصري كله بقرب افتتاح قناه السويس الجديده. ويا رب كده دايما نلتقي في مؤتمرات صحفيه في مناسبات طيبه ان شاء الله. بنتجه فيه في الوزاره ان احنا عايزين نشوف مصر محتاجه ايه بحيث ان احنا نوزع ابنائنا عليه، لانه بصدق ما عادش من المقبول ان احنا نستمر لفتره طويله انه من 75 الى 80% من شبابنا بيروح كليات غير عمليه او كليات غير علميه. هذا المنحى لابد ان يختلف لانه في الدول الاخرى معظم الطلاب اللي هم بيلتحقوا بالجامعات بيذهبوا الى كليات الهندسه والكليات الفنيه والمعاهد الفنيه والكليات العلوم وما الى ذلك. وبالتالي ده ان شاء الله دي سياسه جديده في الوزاره احنا بننتهجها وبنعمل عليها. الامر الثاني ان احنا مشكلتنا في الثانويه العامه بصدق هي مشكله مركبه ومعقده. مركبه لاننا عندنا مسار واحد هو الذي يؤدي الى الجامعه. ومعيار وحيد في هذا المسار هو الذي يهيئ الطالب للجامعه وهو المجموع في الثانويه العامه. والمجموع احنا بنوزع. وباذن الله في بعد كده ما بنمشي في ما نتجه فيه في الوزاره هيكون المعيار الثالث ماذا تحتاج مصر في المستقبل. ده المعيار احنا بنحاول ان احنا نعمله دلوقتي في ضوء الممكن، لكن لما نغير الواقع لابد ان يكون هناك معيار ثالث وهو ماذا تحتاج مصر. عايز السنه الجايه والسنه اللي بعدها اللي هيبقى موجود في هذا المكان او يقوم بهذا العمل يقول مصر محتاجه كم طبيب، يبقى نودي طب، كم مهندس، كم فني، كم كذا كم كذا، كم عالم. لانه انا يمكن الايام اللي فاتت دي جمعت بعض الاحصائيات وعملت بعض المقارنات عن الوضع في مصر من حيث الطلاب اللي بيروحوا هندسه او بيروحوا الزراعه او بيروحوا الحقوق او التجاره. الوضع عندنا مختلف تماما عن بقيه الدنيا فلابد من تغيير واقعنا في التعليم، لان بتغيير التعليم نقدر نغير خريطه التنميه في مصر باذن الله تعالى. 2015 قديس وقديم بالجامعات والمعاهد والحد الادنى للمرحله الثانيه وبعض الارشادات والتوجيهات. اولا بيانات عن المرحله الاولى ونتائج القبول بها، بيانات مهمه عن المرحله الاولى. طبعا بدات مرحله التنسيق من يوم السبت 25/7 واستمرت حتى نهايه العمل في الاربعاء الموافق 29/7. وطبعا تم ادخال الطلبه لرغباتهم على من خلال الانترنت. وانا بقول يعني هنا بشكر كل الشكر وكل التقدير الزملاء اللي اشتغلوا في التنسيق وتعبوا فيه رغم انه على النت، وبشكر رغم ان انا ما اعرفش انه الانسان اللي ابتكر وسيله الانترنت لانه مش متخيلين عشان نوزع مئات الالاف بالطريقه اليدويه القديمه كان ممكن ايه اللي يتم. ورغم انه على الانترنت بشكر الزملاء الاعزاء في اللجنه اللي قاموا بالكلام ده انهم بذلوا جهد غير عادي غير عادي. يكفي نعرف بس نعرف من امبارح مروحين